في منخفض جوي جاي من قبرص هيقلب حال الجو في مصر. متابعينا في كل مكان، صباح الخير على حضراتكم في لايف جديد وحصري من شارعنا المصري. هنعرف فيه أحوال الطقس النهارده. النهارده الثلاثة 22 أكتوبر مصر هتشهد تقلبات جوية شديدة، والدنيا هتبقى متقلبة في درجات الحرارة مع نشاط واضح في حركة الرياح. وهيئة الأرصاد الجوية أعلنت إن التقلبات دي هتبدأ من النهاردة، والبلد هتتأثر برياح شمالية شرقية نشيطة سرعتها هتوصل ل 40 كيلومتر في الساعة من الساعة 6 الصبح، وهتكمل معانا لآخر اليوم. الهيئة كمان وضحت إن الرياح دي هتأثر بشكل كبير على المناطق الساحلية خصوصا الإسكندرية والسواحل الشمالية، والرياح دي ممكن تثير أتربة ورمال في بعض المناطق المكشوفة، واللي هتأثر على الرؤية بشكل واضح. كمان حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر هتبقى مضطربة، وارتفاع الأمواج هيكون ما بين 2.5 لحد 3.5 متر. علشان كده محتاجين ناخد بالنا، خاصة الصيادين واللي بيشتغلوا في البحر. ووفقا للأرصاد، البلاد هتتعرض لمنخفض جوي جاي من قبرص، وده من الظواهر المعروفة في فصل الشتاء. والمنخفض ده هيسبب حالة من عدم الاستقرار في الجو، مع احتمال حدوث عواصف ترابية ونشاط في الرياح وأمطار بتيجي بشدة مختلفة. كمان تأثير المنخفض ده هيوصل دول عربية تانية زي الجزيرة العربية والعراق والسودان. والدكتورة منار غانم المتحدثة باسم هيئة الأرصاد الجوية قالت إن المنخفض القبرصي ده بيأثر بشكل كبير على شمال البلاد، وبيمر من فوق البحر المتوسط وبيوصل للسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. وكمان المنخفض القبرصي ده بيجيب هواء بارد من القطب الشمالي، وده هيخلي الجو أبرد، والرياح اللي معاه ممكن تسبب عواصف رملية في بعض الأوقات، والأمطار اللي بتيجي معاه بتختلف قوتها على حسب المكان والتأثير. المنخفض ده بيتغير على حسب خرائط الضغط الجوي في كل فترة. كمان حذرت محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي 12 على الصفحة الرسمية من تعرض المحافظة لرياح نشطة. وبحسب البيان، محافظة الإسماعيلية هتتعرض لرياح نشطة بسرعة 40 كيلومتر، ووفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين بأن هي تاخد بالها وتاخد حذرها وتبتعد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية و الأبنية المتهالكة. فتعالوا بينا نشوف درجات الحرارة النهاردة في المحافظات والمدن. في القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وفي العاصمة الإدارية العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وفي 6 أكتوبر العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وفي بنها العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وفي دمنهور العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وفي وادي النطرون العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وفي المنصورة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وفي الزقازيق العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وفي شبين الكوم العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وفي طنطا العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وفي دمياط العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، وفي بورسعيد العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وفي الإسماعيلية العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وفي السويس العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وفي العريش العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وفي سانت كاترين العظمى 23 درجة والصغرى 9، وفي التور العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وفي شرم الشيخ العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وفي اسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، وفي مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة،
وفي الغردقة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وفي الفيوم العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وفي بني سويف العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وفي المنيا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وفي أسيوط العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وفي سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وفي قنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وفي الأقصر العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وفي أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وفي الوادي الجديد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وأخيرا في أبو سمبل العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة. بكده مشاهدينا نكون انتهينا من تغطيتنا الإخبارية لحالة الطقس، لكن ما زلنا متابعين مع حضراتكم أهم التغيرات اللي هتحصل في حالة الطقس النهاردة. بشكركم على حسن المتابعة، واستنونا في تغطية إخبارية جديدة.